السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. اليوم جايكم بفيديو جديد لهوجورتس ليجاسي حتى نكمل مكان ما وقفنا الحلقة الماضية. طبعا زي ما بتعرف الحلقة الماضية احنا عملنا الاختبار الثاني اللي هو بالدارك ماجيك أو السحر المظلم أو السحر القديم بغض النظر عن اسمه للأستاذ روكوود، بعدها عرفونا على مديرة المدرسة القديمة نفس الإشي برضو. فكان في مهمة احنا لبوبي على ما أظن اسمها حتى نبلش من عندها. فبترككم مع المقطع ولا تنسونا من دعمكم وخلونا نبدأ. اجيت في خبر صح قبل ما نبلش في المهمة تبعت بوبي هاي اللي هون. طبعا يا جماعة الخير تعلمت كيف اكثرهم. هاي في عندك الكاليجو اللي هو نفسه هذا الهايو وينج كثرتهم وروضت يعني اشياء جديده. بس خليني افرجيكم يا ار1. طلع في عندك هذا بده رعايه راح نرعاه. فعندك هذول للبيع راح اروح ابيعهم كل واحد طبعا 120 يا جماعه الخير. فيعني في عندك مبلغ والله حل من وراهم. وعندك النفلر عندك الفوبس هذول برضو جبناهم. ايش كمان جبنا؟ ايش كمان جبنا يا جماعه؟ جبنا هذا اللي هو لس ايرونديل. بس ما يعني ما بدي اخليه هون صراحه. فمش عارف اذا هو نفسه هذا النفلر هو نفسه هذا. تعرف خلينا احطه. اه والله نفسه. طب ليش اسمه لس ايرونديل؟ طب تعال نكثرهم. تعال خلينا نكثرهم. هيو هذا كاثر اخوي كاثر. تعالوا هون خلينا نكاثر مين. اوكي وصلنا للسعه. خلينا احنا شو ان هذا نعمل له استدعاء. ايوه تعال نرعاك شوي اخوي تفضل. ايوه ناخذ منه شو الريش وانت اعطيني الريش وانت برضو اعطيني الريش لو سمحت. ايه كانت الويت بسيط اخوان. طب هاي احنا لوتنا المنطقة هاي راح الوت فيه لسه. اه صح فرجتكم الثاني انا. لا والله ما فرجتكم اياه. تعالوا تعالوا فرجيكم اشي برضو ثاني اخذناه. ليش قاعد بحكي شوي شوي. المهم فتحنا بيوم جديد يا جماعة. هيو هذا البيوم. وايش في بالمكان هذا؟ طلع حصان وحيد اللي انا حطيته هون. في عندك حصان الثالسترال. في عندك الدريكول. هذول كلهم نفس المكان هون. هاي الحصان نايم ولا ميت انت؟ تعال هذا بناخذ منه اللي هو الذيل على ما اظن صحيح. هسه بنشوف. ايوه شعر حصان او له شعر الذيل تبعه. وانت كمان يلا تفاعل بناخذ منكو. الله عليك. في عندك وين هذولك الاثنين؟ استنوا خليني اعمل لهم استدعاء. تعال ايوه تعال انت. ظل في بس حيوان معين او وحش معين بدنا نشوف. هسه افرجيكم يا جماعه هذا نعمل يعني قبل ما نبلش المهمات قبل ما نبلش هاي الاشياء. من وين نروح؟ هاي من هون طريقي. ما بعرف اذا بالبيوم هذا راح يكون في اشياء ثانيه يعني في لوت ثانيه او موارد ثانيه. بس خليني افرجيكم هالشغله. طلع يا جماعه يعني عندك مثلا هاي انا بدي الفلها. طلع في عندك قرن جرابورن. هذا مش عارف صراحة من وين بجيبه. فراح نستكشف شوي بالماب هيك خلف الكواليس راح ادور عليه. إذا لقيته راح احطه بالمقطع. المهم شو رأيكم باللبسة صح يا جماعة الخير؟ غيرنا اللبسة. يا كملت حالي ويزرد بس مش عارف أني أحلى اللي يعني والطاقية هاي نازلة ولا الكاب مثلا مش كاب خليها الهودي سميها. وما بعرف شو اسمها هاي. المهم القرموطة. انو احلى نخليه ولا نلبسه؟ استنى شوي برجيك اياها كيف. اني احلى يا جماعه هيك ولا هيك؟ جايبها العب هيك ستيلث هيك اكون شخصيه غامضه. هاي المشن. الله طيب الويت بسيط جرعات. تعال مشروب الرعد كثير بيساعدني بس انا بدي جرعه التركيز وبدنا دوغ بونج. لازم نلم لسان دوغ بونج الها. طبعا معي انا طلع معي مشروب الرعد 7 6 فيش الا هذا. بدي اشتري صح تبعت الملفوف التين الصيني. بدي اشتري نبات الماندريك. فخلينا نروح على وين اول اشي؟
نروح على هوغزميد عشان نكبر شبكة العنكبوت متشابكة. خلينا بنشوف هاي بعدين. طيب بدنا نيجي هون بالأول وبعدها راح نروح على هذا المفروض. أيوة مجرى النباتات لجميع أنواع النباتات والبذور السحرية. طب خلينا نيجي هسه هون. إحنا بدي أشتري شوف شو في عنده. المفروض في أشياء إنه جديدة نقدر إحنا نأخذها. وصح بدي أروح أبيع الوحوش اللي معاي. راح يكون هيك شوبينج بهوغزميد. السلام عليكم. وين؟ ايوه على اليسار من هون. دائما برص من هون دائما بنسى. طبعا صح اذا شايفين المكان صار ثلج الماب. فايش جديد هذا انه والله الموسم تتغير؟ ايش في هون؟ اكيد اكيد I'm looking for something. نشوف شو في عنده. تقصيص تقصيص سرعات متوسطه. ما لقيت عنده شيء صراحة يا اخوان. يعني المفروض اني انا شاري كل شيء. في طاولات تقصيص صغيرة بس انا عندي الكبيرة يعني. ف نروح على مكان الثاني اللي بدنا نروح عليه اللي هو وينه هذا؟ مستلزمات الوحوش؟ لا تعال نشوف هون. تعال نروح على هذا. بدي اشتري البذور تاعت الماندريك انا. وبدنا نروح لا كبسة مربع بالغلط. يعني انت لازم تعمل بيت لكل قط في الشوارع هون. طيب بدي اروح اشتريهم وازرعهم. بم صراحة كثير صاروا يفيدوني بالقتالات اللي انا بفوت فيها. لان شو انا صرت اسوي؟ اروح على ليفل اعلى مني. فوالله متعة يا اخوان صراحة. طيب تعال عندك سماد ما بيهمني. ساق اوراق؟ لا بدي بذور. حتى انت ما عندك. طيب ماشي. حتى هذا ما فادني كمان. عنده بس اسمدي وهيك. طيب بدنا نروح معناها على تبع الوحوش كوني قريب منه. ايوه هون. واخيرا عمل فاست ترافل قريب احسن. طيب يا اخوان بعناها الوحوش اللي كانت معنا زياده. وبدنا نروح هسه اللي هو على المتجر اللي فوق. هذا في عنده سايد ميشن. شوف شو هي. بقول لك طالبه بالقرب من تحتاج الى خدمه اعرف ما تريده. طب ما علينا خلينا نروح ولا شيء على المتجر احنا. أي فوق. طيب اخوان بدها مني اروح على مكان بقول لك روح على الغابه المحرمه اللي هو اساسا مكان المين ميشن فحنخلصها هنا. خلينا نشتري هسه بذور. اوكي هاي هم البذور. دي كلها السامه؟ لا بدنا بذور. هاي هم بذور نبات الماندريك ونوصيني المفترس. اسمده لا عندي بالبيت اسمده. اقدر ابيع. يلا تعال نبيع. طيب يا جماعه هيك احنا خلصنا. نبلش هسه وين؟ بالمين ميشن تبعتنا. خلينا نعمل تراك للمين ميشن ونشوف الميشن الثاني اللي هون. خلينا نفتح الخريطة بس. خريطة العالم لو سمحت. طيب هاي تبعت الميشن وهاي المين ميشن تبعتنا فعلى ما اظن راح نخلص هاي احنا. طيب خلينا نروح على الميشن الرئيسية تبعتنا احنا احسن لنا. يلا هاي الميشن هاي هون راح اخلص هاي بالطريق طبعا خلف الكواليس. هيك وانا بسجل نخلصها بطريقنا. طيب اخوان وصلنا عند المكان المهمة. فكالعادة احنا راح نستنى لانه احنا وصلنا بالليل. انتظار. هيها بوبي. هاي وينج. تسألني على هاي وينج اللي انقذناه انا وناتي. طيب اخوان حكينا معاها. بدها ايانا نخلص من الصيادين. تحكي لك في صيادين بيعذبوا الوحوش هاي عشان يصنعوا ذهب. وحكت لنا على قلعة اسمها هارين هول. ما بعرف انه هاي القلعه حتفيدنا شوي بالقصه الاساسيه او لا بس كونها مين ميشن فاكيد انها راح تاثر. ونشوف هذول مين؟ هذول اللي طلعوا لي مره وانا قاعد بصيد. قنطور. اوبا شو ناويين؟ ايوه يمكن تجول فيها. معلش حقك علينا اخوي. That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers. We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. تهديد واضح وصريح من هذول الجماعة. على حسب ما الافلام كنا نحضرها
على حسب الأفلام اللي كنا نحضرها إنهم يعني هذا صنف قوي أو نوع قوي من ال من الوحوش الموجودة بالأساطير طبعا يعني. أوبا دوغ بوغ. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. تحكي لك إنه في إشي بالماي ليك الوحوش تتصرف بغرابة قاعدة. المفروض هذا المكان يدلنا يعني أو يحكي لنا إيش فيه. Odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. خلينا إيش؟ نستكشف المكان بس هم راح يشوفونا هيك ترى راح امر من قدامهم هي كلهم معطينا ظهرهم حلو لا 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 ما اتفقنا شافني يا سد تعال خلص ابلع وانت تعال خلص هيك اسهل لي ابلع لا انت ابلع ابلع انت يلا ابلع خذ والله مذل مش اسهل لنا هيك احنا اوكي بدنا نستخدم هون ريبيرو كان يختار ريبيرو انا بني ادم فاشل بالستلث حتى العاب الستلث فاشل فيها طب طلعنا الجسر خلينا نفوت على الخيمه في لوت هون طب يا جماعه خلينا نفوت على الخيمه ونشوف ايش فيها مين بتستنى لنا جوا اوبا الخيمة تودينا على مكان ثاني؟ طلع التنانين؟ طلع عاملين حلبة؟ وأنا بعرف يا إخوان جاج سناجب مش تنانين طيب بحكي لك التحقيق في قاعة هورنتيل لا 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 كيف تتخبى؟ هاي لا ايوه يا الله في حدا انتبه؟ لا والله فاشل فاشل بالتخفي اصلا هذا الباب بيفتحش انا كنت مفكره بيفتح هذا الباب طب ما علينا خلينا نيجي من هون اوكي في جوبلين يا الله يا اخي ابلع ما بدي اتخفف مره ثانيه ما بدي اتخفف تخفي انا مش لعبتي ما بدي اتخفف طيب نتحقق من القاعه اوه في صندوق هون تعال اوكي راح نعطيها اخر محاوله للتخفي يا اخوان بس هيك يعني نشوف بلقى زبطت معانا اوكي معناها في هون اشي رح نتحقق منه تحدث مع بوبي بوبي يا بوبي صحيح اوه بيعذبوا فيه حرام She's putting up quite the fight. Not a fair one, though.
Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? بتاعي نفتح القفص. وصول أنت التنين الأسيرة. يا ليلى بقدر أروض التنين. ها بس نجهز التعويذة القتالية. تح. كيوت أكل. كيف في بيضة تنين تحكي لك؟ بس إيش في ظل إشي؟ تعال نفتح القفص نأخذ البيضة. لازم نفقسها هاي. ما اقول افتح لنا بيوم رابع؟ ما اظن، ما اقول افتح لنا عن جد بيوم رابع يا اخوان. اخوان؟ ما في حدا منتبه علي صح؟ فهذا ايش احنا بنعطيه او لا؟ تعال، اوه في حارس فوق. اوه بلا لا عاد والله يعني حاولت بلا 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 انت كمان ابلع يا هذا راح حلو ما ظل حدا لازم نحررها دبر علي قاعده لا 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 لا, لا. خلاص راحت بلا انت كمان بلا اوه والله ضربني تعال 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 اعطيني هون اوه لا 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 نزلني نزلني اوه والله حرقني يا ساتر بس كبسي غلط بس بلع انت لا بوبي لا والله عليك كفو يلا يلا بنحررك كيف بس اوكي تاعت السحب وينها والله شو موجود عندي حرر التنين يا رب ما تهجم علي بس الله يستر اوه كل هذول السحرة اقتليهم اقتليهم الله عليك ولا واحد تخلي اوه هجم عليها ايش قاوموا يا اخوان احموها اعملوا لكم شيء وقت قربي علي في اشي فوق
ايوه اهرب روح كابو. بس لو اشتغلوا على شكل تنين يعني خلوه هيك واقعي اكثر مش احسن؟ رجعنا على نفس المكان اللي كنا فيه. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. أماني حكينا نقدر نفقسها. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? رجلها البيضة. Leave us a calling card. I don't know. طب يا جماعة. حكينا معها والبيضة اللي أخذناها المفروض تظل معنا. بس لسه أنا مش عارف إذا يعني نحتفظ فيها نفقسها نروض تنين تصير معنا تنين. بس هذا اللي أنا شايفه هون مش تنين الثالثة هاي إشي بطير بس مش عارف شو هو. يمكن لقدام نحن نروضه ولا قلب دوك بونك. أوكي هون دوك بونك صح لازم بدنا بلزمنا تغيير الهيئة. طب نروح نحكي مع الأستاذ ويزلي بعثت لنا إنه نتعلم تعويض تغيير الهيئة. هذا تقدر نقول لك طيب أخذنا واجب الأستاذ ويزلي عشان نتعلم تعويض تغيير الهيئة. طلع شو طالبين منا؟ بحكي لك إنه الحصول على صفحة الدليل الميداني في الميناء أسفل الأرض. الحصول على صفحة الدليل الميداني من الكتاب الذي يتحدث عن تغيير الهيئة الانتقالية في المكتبة. راح أروح على المكتبة. تعال نشوف بس جارث ويزلي شو بده. اخوان نروح قدام. حكينا مع ويزلي هذا بدنا نجيب له اشي معين نسرق له كالعادة. فبدنا نروح هسا نخلص واجب الاستاذ ويزلي مشان نتعلم التعويذة. فاست ترافل حلو. طيب بس وين اصلا المكان؟ ايوه هون. اوكي في صفحة دليل ميداني هون. اوكي ميناء اسفل الارض ماشي. يلا روح. نزلنا تحت الارض. وين بدنا نلاقيها؟ اول شيء ريفيليو. ها في صوت يمين. بوبي هاي يمكن عشان بيضة التنين بدنا اياها. هيا حلو 400 years بعد 400 سنه جاي تكوني معه. اوكي طيب بقول لك الحصيلة من الكتاب الذي يتحدث عن تغيير الهيئة في المكتبة. طب نروح المكتبة يعني فوق. من فوق حلو. هذه يمين يا اخي والله بدوخني هذا الدرج. هذه يمين. ايوه هون. ايوه هيك تعالي. شكرا لك. شكرا. اوكي تغيير الهيئة اخذنا. طيب حضور صف تغيير الهيئة خلال النهار. اخوان نلقاكم صف تغيير الهيئة معناها. وهي الدنيا نهار واحنا بنستنى ونحضر صف شو تغيير الهيئة. تعال نشوف شو في. اي مع الاستاذ ويزلي راح نحضر. شوف تغيير الهيئة بشو راح تفيدنا هسه احنا. نغير الاشياء لبومي وهي الاشياء. حلو. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. اوكي نتعلم تعويذة. بدأ مثلث اكس مربع. السلام عليكم. اوكي
راشد. طب هذا بإيش ممكن تفيدني أنا؟ بإشي بالفايتات هيك؟ Beautifully done. حلو. فتح تعويذة جديدة. إحنا هون اللي هي تعويذات التست. وين هاي؟ طب نثلث نشوف الأستاذ ويزلي. حلو. طيب نشوف شو بدنا نحوله عاد. أوف صندوق. حلو. ايش في هون؟ اوه هي في شيء بلمع. ايوه تعالي سيباستيان سالو. طيب يا جماعه حكينا مع الاستاذ عن هاي الامور وعلمتنا كثير شغلات وتعالي التحويل والله كثير حلو طلعت فنجربها طلع فنشوف شو راح تفيدنا. على ما اظن انه في سحره اذا لاحظتوا بالحلقات يعني اللي قبل انهم بتحولوا للذئب بتحولوا لشيء معين يمكن هاي عليهم نستخدمهم يمكن. بس هذا الميكس تبع الاشياء اللي هي اللونج رينج فادتني كثير يعني على السريع بستخدم هاي بعطيه هاي وهاي وهاي خلص جي جي. طيب يا جماعه بدنا نروح نقابل سيباستيان عند اوفرلوك. اوفرلوك زي هيك اسم المنطقه. وين هاي؟ اوف ما بعدها. طب ناخذ هذا يلا ننتقل هون. طيب يا جماعه هذا اقرب مكان كان على سيباستيان صراحه فراح نقضيها طيران عليه وما بركب بالجريفن. خلينا اسمي جريفن لانه بلعب ارك ف ما بركب بالجريفن لانه يعني الطيران فيه شوي صعب بس لو انه بيهاجم وهيك الاشياء لا راح يفيدنا كثير يعني. اوكي اخوان حكينا معه بقول لك في منجم في اللي هم انصار روكود فسألني قال تخفى ولا تهاجمهم؟ قلت له بنهاجمهم طبعا اكيد. فراح نعطيها بش عليهم. نعطيها ايش؟ بش هيك سريع سريع عليهم. تسلخ هاي هاي وهاي الله علي. اعطيني هاي. ثلاث اربعة ايوه. انت ايوه. اجل يا هون. بلع الله عليك. اوف ضل واحد. هيك سريع سريع يا اخوانا لازم ننهيهم. وين الاخير؟ هلا والله تعال تعال جمد. بلع هاي بلع هاي. خلص راحوا. بقول لك الوصول لمدخل المنجم. وصل مدخل المنجم بس هيك تلويت بسيط اخوان نخلص طيب خلصنا المشن لانه كل يعني كامب او كل معسكر في زي اللي هي اشي للتطوير تبع الارمر تبعك فبحب المهم يعني بس نبلش الليفل ونشوف هورغون اسمه. لا بدنا نفايت اكيد بدنا نلفل. لا طبعا مش محتاج. لا 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 انت لا تعال انت ايوه بلع الله عليك بلع بلع الله عليك. ليش ما تأثر فيها؟ غريبة. في لها اشي يعني؟ بلع. والله اثنين. اعطيني اياها هون. الله عليك. نص وجهك. ايش المنجم فوق بعطيني ولا وين؟ وهذا المدخل تبع المنجم. قول. شو بستنانا جوا. اوكي فنسيت انا ازرع الاعشاب نسيتهم معي بس يعني معنا جرعة تركيز واحدة ومعنا كثير اشياء. مشروب الرعد لحاله يعني بكفي لجيش كامل. خلص راح ودع. ايه والله ما ودع. طب ابلع
يلا روح توكل. ولك البحث عن الرمز الروني. الرمز الروني هذا تبع اللي بفك اللعنة اللي عن آن اللي أخت سيباستيان. اوكي في سبايدرز. بلع. لا مين اللي بهجم علي قاعد؟ بلع. تسعة. اوه تعال تعال. بلع. تم القضاء عليه بنجاح. عن جد؟ نيجي على هاي. بس لو حولناها شو بيصير فيها؟ طبعا تحول. اوكي تعال نرفعها. طيب اوكي طلع. ما عليك. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs or the solar signs. Yeah, mean if you could be ناس. Smash it. Really? Should have thought to conjure stairs. Oh, لسه تحت تحت هذول. طب إخوان، هسه إيش إحنا بدنا أقول لك الرمز الروني هذا إذا لقينا. Okay. ما. كل هالإنترو هذا بس مشان هاي. طب بلاي بلاي. يلا 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 روح روح روح. اوه جاب لنا جماعته. بلع. ولا دمج اكلنا. المفروض انه وصلنا. ايزي بدنا تحدي بدنا مستوى يا اخوان. هيك بص يعني خلينا نعيد ثلاث اربع مرات نغير تعويذاتنا والاشياء هاي. ابلع انت. هاي راح هذا ابلع. لا ما اتفقناش هيك. اوه لا ابلع انت ابلع. بس 37 بتدمجه مين هذا؟ لسه فيه. اوكي حلو حلو. طب تعال انت ابلع. الله. اوه طلع لنا البوس تبعهم. لا يلا كان بيجي فيها نستخدم مشروب الرعد ولا لا؟ الله تعال يلا يا مشروب الرعد لعيونكم. يلا ابلع انت ابلع. ترى ترى مشروب الرعد يا اخوان شو قاعد بيعمل فيهم؟ هلكهم. اوه لفلنا. هلو ابلع عنكبوت. استكشاف الكهف. كيف استكشف فيه الكهف؟ اوكي في اماكن فوق شايفين. طيب شيل لي هاي. اوكي هاي البوابه نخلصها بهاي المفروض صح؟ يس.
في عندك هاي الثاني فوق. اه الثالث هاي ثلاث في. طيب نشوف كيف بدنا بدنا نعملهم. طيب هاي ثلاث. طب هاي فتحنا الباب، ننزل تحت نجهز الأشياء الهجومية. تسجيل يوميات إذا دور الثالث من بين السبعة. أبتدت الحياة. طيب أوكي، هاي في عندك كمان واحدة، هاي بتودينا على الغرفة السرية تبعتهم. حلو، بنرجع من هون يعني. إحنا هاي القطعة الثانية لقيناها. طيب يا اخوان، حكينا مع سيباستيان وبحكي لك على الموضوع السحري هذا، انه إيزيدورا اللي واحدة من الحراس عندها هذا المكان وموزعة بكل انحاء الماب بتكون. فالمفروض ان احنا نرجع القطع هاي على اللوحة الثلاثية حتى يجينا جواب عن السحر تبعها، انه اللي استخدموه كيف نفك لعنة آن اللي هي اخت سيباستيان. طيب وين اللوحة؟ هيها وضع اللوحة في اللوحة الثلاثية. اوكي هاي اللوحة. حلو، وين؟ ما عنديش مشكلة. تعسي بس نحكي معي. برضو كمان منجم. مارون ويم. لا ليش؟ All this time we've been a step behind Ranrog. بعرف شخص ثاني يساعدنا تقدم علي. Who is that? لودغوك. اوكي نروح نشوفه هسه احنا. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. عصبانة سيباستيان مشان قلنا له على لودغوك. طب هسه بقول لك المكان هذا لوحة الثالثة سيباستيان بيعرف وينه، بس احنا ما راح نروح عليه على طول، راح نروح نقابل لودغوك مشان يحكي لنا عن مخططات رانروك.